مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. النظام المغربي يحاول استغلال قضية السفير الإماراتي فكانت المفاجأة. ورد جزائري إماراتي يحرجهم ما يكشف حقيقة الإعلام المغربي وخرجة تاريخية. فمسير محاولة طرد زائفة للسفير ومكان. والنظام المغربي يدعو لتهريب السفير إلى المغرب. أولا الإمارات والجزائر يقفان سريعا في وجه محاولة النظام المغربي استغلال قضية الخبر الزائف الذي نشرته صحف محلية حول طرد السفير الإماراتي وتدخل الخارجية لنفي الخبر سريعا، إذ أن كل من الجزائر والإمارات اتفقتا على نفي الخبر الزائف والذي يتم التحقيق فيه ومن وراء نشره بالتفصيل لمحاولة خلق فتنة وأزمة بين البلدين. المفاجأة في ظل كل هذا دعا الإعلام المغربي الذي يحاول استغلال القضية دعوا حتى لتهربه للمغرب وحمايته من الجزائر، وكأن الجزائر ستأكله بخرجات غريبة من إعلام المخزن الذين يعمدون على تشويه الجزائر واستغلال أي فرصة لتشويهها، في حين أن السفير الإماراتي مستمر في مهامه بشكل عادي وفي أحسن حال. وأنه سعيد جدا ويكن كل الاحترام للجزائر شعبا وحكومة. والتفهم الإماراتي المميز والرد الواضح من الرئيس بون الذي أنهى الجدل جاء في ظل محاولة إعلام محمد السادس في المغرب من استغلال هذه القضية في محاولة تشويش على علاقة الجزائر بالإمارات. ورد الإماراتيون مستغربون كثيرا من الإعلام المغربي وكذا محللين مغاربة ومدونين في اليومين الأخيرين طالبين منهم عدم التحدث باسم الإمارات لخدمة مصالحهم. وقال محلل إماراتي استغرب كثيرا من المغاربة والإعلام المغربي هناك قائلا كيف لهم الحديث وتصدر القضية عندهم على مدار ساعة وهم بعيدون كل البعد عن هذه القضية، في حين نحن أصلا أصحاب القضية والخبر حول سفيرنا لم نقم بكل تلك الضجة ولم نحدثها كما يفعلون. فعلا هذا هو النفاق بأم عينه، نحن نريد علاقات قوية مع الجزائر ولا نريد أي مشاكل، لهذا لجأنا للحل السريع وتجاوز القضية خاصة مع توضيح الطرف الجزائري. أما من يصطادون في المياه العكرة وخاصة الإعلام المغربي فعار عليهم استغلال أي حدث لمحاولة تشويش على الإمارات وحتى جيرانهم الجزائر. هذا وطلب إماراتيون من الإعلام المغربي الصمت وعدم الحديث باسمهم، بجانب كون النظام المغربي تعمد استغلال القضية لإفساد علاقة الجزائر بالإمارات خاصة مع التقارب الكبير بين البلدين مؤخرا وزيارة كل من محمد بن زايد والرئيس بول لروسيا والسير بمنهج جديد متقارب قد يقوي العلاقات أكثر، خاصة مع تقارب كبير شاهدناه مؤخرا من الإمارات تجاه الجزائر بخرجات وصفت بالتاريخية لطيبات الخلافات التي كانت تشكل عائقا طفيفا في تقوية العلاقات أكثر. أما السفير الإماراتي أصلا فبذل مجهود كبير في تحصيل العلاقات بخبرته وكفاءته بعيدا عن أبواق المخزن وذبابه، مع العلم أنه ليس الإماراتيون وحده من استغربوا استغلال الإعلام المغربي للقضية، بل هناك العديد من العرب قالوا أن النظام المغربي يثبت وقاحته في محاولة التفرقة والفتنة بين الدول العربية وقسم الصف العربي أمام أي محاولة للاتحاد وطي الخلافات، مع العلم أن إعلام من طبعوا معهم أيضا استغلوا القضية لإشعال الأزمة وفشلوا جميعا، إذ أن العلاقات الجزائرية الإماراتية مستمرة بشكل عادي والإمارات فهمت وتفهمت والعلاقات مستمرة، أما إعلام النظام المغربي فيستمر في عادته التي يبدو أنه لن يتوب منها. بداية كشفت صحف روسية والعديد من المحللين من هناك وحتى من أوروبا أن كل شيء واضح بخصوص كيف يرى الروس مستقبل علاقتهم مع الجزائر، وهي النظرة التي ترى في الجزائر الحليف الموثوق والقوي والتي وجب الوصول معها لتحالفات استثنائية أكثر من أي دولة أخرى. ومع كل هذه المحاولات من دول أوروبا وأمريكا لاستمالة الجزائر والمنافسة عليها مع روسيا، بات جليا وضوح روسيا في دخول مجال جديد مع الجزائر وهو مجال التعاون في الطاقة النووية وذلك في الأغراض السلمية طبعا، ويرجح أنه من الممكن ألا تعترض الدول الأوروبية على الجزائر بحكم الثقة الكبيرة لهم أيضا في الجزائر وكذا المصالح المشتركة وعلى رأسها الغاز الجزائري، حيث يرى أنطون مادراسوف المحلل الروسي المستقل أنه في ظل المنافسة المتزايدة بين القوى الكبرى يمكن أن يصبح التنسيق بين روسيا والجزائر في القضايا غير العسكرية، ومن المنتظر أن تعرض موسكو بناء محطة للطاقة النووية. وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي إنه من المرجح أن تتكثف المفاوضات بين روسيا والجزائر، خصوصا وأنهما على وشك التوقيع على وثيقة شراكة استراتيجية والتي ستتضمن بالتأكيد قضايا التعاون العسكري والفني حسبها، ستتخذ خطوات لإظهار أن كل شيء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على موقعها في المنطقة أو على صادراتها العسكرية.
مع العلم أن روسيا لم تعترض إطلاقا على قيام الجزائر بتزويد العديد من الدول الأوروبية بالغاز عبر بيعهم كميات ضخمة وزيادة الإمداد، إذ أنقذت الجزائر عدة دول أوروبية من انقطاع الغاز الروسي عليهم، ومع ذلك الروس لم يعترضوا وتفهموا مصلحة الجزائر في ذلك. نفس الأمر مع الدول الأوروبية، تفهموا علاقات الجزائر مع روسيا، وينتظر أن تتفهم وتستمر أوروبا في تفهمها بخصوص زيادة التعاونات والاتفاقيات الجزائرية الروسية. هذا ومن جهة أخرى، أخبار اليوم: إسبانيا تتراجع وتردخل لشروط الجزائر بعد إقحامها للروس في النصف، وهكذا كانت الأسعار، وهل تقبل الجزائر طلب الجديد أم العكس؟ بداية وبعد تعنت دام لأيام من إسبانيا التي تمطلت في قبول شروط الجزائر بخصوص الأسعار الجديدة المرتفعة التي فرضتها الجزائر عبر محاولة إسبانيا تهيج دول الغرب على الجزائر من خلال ادعاء أن لروسيا يد في عقوبات الجزائر على إسبانيا. وحاولت إسبانيا تخويف أوروبا من الجزائر والادعاء أنها تخطط للضغط عليهم خدمة للروس كما فعلت معها، لكن وبعد فشل كل الخطط من إسبانيا ها هي ترضخ أخيرا لكل شروط الجزائر وتقبل الأسعار الجديدة رغم أنها مرتفعة جدا، وطبعا مرتفعة لأن سعر الغاز ارتفع لأرقام قياسية في السوق الدولية، وبالتالي من حق الجزائر أن تفرض أسعار جديدة تناسبها، كما أن الجميع وقفوا مع الجزائر بخصوص إقحام إسبانيا للروس في أزمتها مع الجزائر، وهذا لعلمهم بحيثية المشكلة وأن للجزائر سيادتها، حيث كشفت مصادر إعلامية عن إمضاء الجزائر ممثلة في شركة سوناتراك لجميع عقود الغاز الجديدة مع إسبانيا، وأن الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها بعد مراجعة الأسعار ورفعها مناسبة للسوق. وحسب الشروط التي حددتها الجزائر فالمفاوضات انتهت برضوخ الجانب الإسباني لجميع الشروط التي فرضتها الجزائر بشأن ملف الغاز، يأتي كل هذا في ظل استمرار الروس في قطعهم الغاز على عدة دول أوروبية كرد من الروس على العقوبات التي تسلطها الدول الأوروبية على بلاده، ليكون الضرر لكل تلك الأطراف. وهناك دول مستفيدة من الوضع الحالي أبرزهم الجزائر بغازها ونفطها. هذا وكانت وكالة رويترز قد كشفت في وقت سابق أن سوناتراك تتفاوض بخصوص سبل الاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل مع زبنائها الأوروبيين. أكدت المصادر المتاحة أن سوناتراك تتمتع بقدرة تفاوضية قوة للغاية كونها تمتلك الغاز وهي تعلم أن أوروبا بحاجة إليه. وكشفت مصادر أخرى لرويتر أن الجزائر تعتزم رفع الأسعار للشركاء الأوروبيين الذين يستوردون هذه المادة من خطوط أنابيب البحر على غرار إسبانيا والبرتغال وفرنسا. وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا. هذا ومن جهة أخرى، أخبار اليوم: خرجة تاريخية من الجزائر وتفاجئ الجميع لم يتوقعها أحد، فماذا فعلت بالتفصيل وأين ستدخل؟ بداية وفي خطوة استثنائية ومفاجئة من الجزائر تصنع الحدث تعني الكثير في المستقبل القريب والبعيد وما ينتظرها.